أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ميقات في لقاءاته بلندن أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية على حل دبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا. عد عكسي متوازي بين المسار الدبلوماسي لوقف الحرب في المنطقة ومآل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من الشهر المقبل. الانتظار كما الأنظار نحو محادثات أوكشتاين اليوم مع بنيامين نتنياهو. الأسوشيتد بريس: نتنياهو قد يقبل بالاقتراح المصري. وجالنت يسأل عن البوصلة الحربية. مهولا ومتوعدا نتنياهو يزعم: إذا سقطت إسرائيل يسقط العالم. انتهاء محادثات الدوحة حول صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، والموفد القطري أبو فهد جاسم يزور بيروت الخميس المقبل. أبنية أميرة البحار تنهار على وقع غارات جهنمية، والعدوان الإسرائيلي يزعم استهدافه حزب الله في سور المدينة. مجزرة في البقاع: المقاومة تدك مواقع إسرائيلية قرب بوابة فاطمي وجنوب شرق عكا وعدد من المستعمرات. جورج عدوان يقترح التمديد لقائد الجيش، النزوح أمام الكتل النيابية. إذن يترقب المسؤولون اللبنانيون نتائج زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص عموس أوكشتاين إلى إسرائيل، حيث سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تل أبيب اليوم وفق تقارير صحفية إسرائيلية. وينتظر المسؤولون الرسميون ما سيعود به أوكشتاين من لقائه مع نتنياهو، علما أنه لم يطلب بعد تحديد أي مواعيد جديدة للقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في بريطانيا يستمر في اتصالاته الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، وسيجري اليوم لهذه الغاية اجتماعا مع رئيس الوزراء كير ستارمر. ميقاتي التقى في مقر السفارة اللبنانية في لندن عصر اليوم وزير الدفاع البريطاني جون هايلي. شارك في الاجتماع السفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. في خلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل إلى حل دبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا، وشكر بريطانيا على الدعم المستمر للجيش اللبناني وتعزيز خبراته، ونوه بأهمية دور اليونيفيل لحفظ الاستقرار في الجنوب، ودعا بريطانيا إلى دعم جهود اليونيفيل وتعاونها مع الجيش. وزير الدفاع البريطاني من جهته شدد على أن المساعي الدبلوماسية قائمة لوقف إطلاق النار، ونحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعم الجيش عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة. ميقاتي سيلتقي أيضا وزير الخارجية ديفيد لامي. أفادت المركزية أن الموفد القطري أبو فهد جاسم يزور بيروت الخميس المقبل. وفي الدوحة اليوم انتهت الجولة الثانية من المحادثات حول صفقة التبادل في الدوحة بين رئيس الحكومة القطرية ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس CIA ويليام بيرنز، وركز اللقاء على وضع الأساس لقمة أكبر قريباً تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تدرس كل خيار ممكن للمضي قدما لإبرام اتفاق في غزة، ونتنياهو قد يقبل بالاقتراح المصري. أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، جرى خلاله مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لسيما منها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. في الغضون البنتاغون يتحدث عن حل محتمل، ونتنياهو أمام الكنيست يشوش ويدعي: إذا سقطت إسرائيل سقط العالم. كان البنتاغون الأمريكي يأمل في حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله من أجل عودة النازحين إلى شمال إسرائيل، إن برى بنيامين نتنياهو بما يشبه التحريض والاستنجاد ومحاولة المراوغة ليهول بالآتي:
إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله، ونحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء بحسب تعبيره. وزعم في اليوم التالي لن تحكم حركة حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية، وزاد إننا سنواصل تقوية دولتنا، نحن لم نعد جميع الرهائن لكننا سنعيد الأحياء منهم والأموات. نتنياهو اتهم إيران بتزويد وكلائها بأسلحة قاتلة، ونحن نقف عائقا أمامها ونحبط مخططاتها الشريرة ونريد أن نمنعها من التحول إلى دولة نووية كما قال. وأضاف: تعرضنا لضربة قاسية لكننا لم نركع ورددنا بحرب تغير وجه الشرق الأوسط، ونحن أثبتنا مرة أخرى أن الذراع الإسرائيلية الطويلة قادرة على الوصول إلى جميع أعدائنا بحسب زعمه. أنا أعمل على إبرام اتفاقات سلام مع دول عربية إضافية. من جهة ثانية، بثت الأسوشيتد بريس أن نتنياهو قد يقبل بالاقتراح المصري في شأن صفقة التبادل. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنها قدمت بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الإعلام شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في شأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومنشآت إعلامية في حصبية وفي الأوزاعي، والتي أسفرت عن مقتل المصورين وسام قاسم وغسان نجار والمهندس التقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين والمصورين. وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب شدد في كلمة لبنان أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلون على طلب الدعم والمساعدة لتحقيق وقف فوري للنار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الفريقين وتعزيز قدرات لبنان الدفاعية. وزاد: أكثر ما يقلقنا في لبنان هو الفتنة الداخلية مع توسع الاحتكاكات بين النازحين وسكان المناطق التي نزحوا إليها. أضاف: إذا لم تتوقف الحرب فإن النزوح يمكن أن يسفر عن تفجير الأوضاع وحصول صدمات مجتمعية. يوم جهنمي على سيدة البحار. العدوان الإسرائيلي يستمر في غاراته في الجنوب ويسعرها خصوصا على صور التي تنهشها النار ويخنقها دخان البارود. أكثر من 15 غارة إسرائيلية عنيفة ومتلاحقة استهدفت أحياء في مدينة صور وفي عدد من الشقق السكنية بدءا من 2:30 عصر اليوم، وغطت سحب الدخان الأسود المدينة وجوارها، وسجل انهيار عدد من المباني بفعل الغارات على وسط المدينة في مشهد مؤلم أمام عدسات وسائل الإعلام، حيث صورة الموت بذاته. الاحتلال الإسرائيلي زعم أن آلته الحربية هاجمت اليوم أهدافا لحزب الله للمرة الثانية خلال أيام عدة في مدينة صور، وادعى أن منطقة صور تعتبر منطقة عمل مهمة لحزب الله ووحدة عزيز. سبق غارات اليوم بساعتين أن تلقى اتحاد بلديات صور اتصالا بإنذار وتهديدات من العدوان لإخلاء بعض الشوارع والأماكن، خصوصا الحي السياحي في مدينة صور وشوارع علي الخليل، حرام محمد الزيات ونبيه بري. وعليه أوعز للدفاع المدني اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية الطلب ممن تبقى في المدينة عبر مكبرات للصوت بوجوب إخلاء هذه المناطق، الأمر الذي أشاع حالا من الهلع والذعر وانتقالا للناس منها إلى بعض الأحياء التي لم تستهدف بالتعذيرات، وبعدها توحش العدوان بغاراته الإجرامية على أميرة البحار. وفي قضاء مرجعيون، جيش الاحتلال استهدف عناصر الدفاع المدني بقذيفة تحذيرية لمنعهم من إطفاء الحريق في بساتين برج الملوك، وفجر مبان في بلدات يارين ومروحين والظهيرة وأم التوت، ليضيفه بذلك على ما دمرته نهاية الأسبوع الماضي الآلة الإسرائيلية في محاذاة فركلة وفي الجهة المتاخمة للحدود في العديسي،
طيران العدوان نفذ سلسلة غارات على بلدة أرنون ومحيط قلعة شقيف والنبطي الفوقة وبرج قلاوي وبيت ليف والصرفند وخربة سلم، ثم بلدة الخيام والحلوسية ودار أنون النهر وبلدة معركة، حيث شنت مسيرة أيضا غارات على بنايات تاج الدين، كما أغار على عرب صليم واستهدف مجد الزون المنصوري لقليلي أطراف البرغلية بقضاء سور، وقبلها أغار على العيشية والويزي. وتسبب العدوان الجوي الإسرائيلي على منطقة كفر جوز في النبطية بأضرار كبيرة بعشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الارتجاجية المدمرة التي ألقتها الطائرات المعادية والتي ألحقت أضرارا كبيرة في مستشفيي نبيه بري الحكومة والنجدة الشعبية قرب مكان الاستهداف. وزارة الصحة اللبنانية كانت قد أعلنت قبل ظهر اليوم عن 7 شهداء و17 جريحا جراء الغارة العدوانية الإسرائيلية فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في سور، حيث استمرت أعمال رفع الأنقاض. قوات الاحتلال الإسرائيلي أزالت جدران ضخمة كانت قد أقيمت سابقا قبالة الحدود اللبنانية. أصدرت قيادة الجيش البيان الآتي: استهدف العدو الإسرائيلي في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش أثناء عملها لفتح طريق قلاوي فردونين في الجنوب، ما أسفر عن إصابة أحد العناصر. عمليات المقاومة في التقرير الآتي: صليات صاروخية أطلقتها المقاومة الإسلامية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا وعلى تجمعات لجنود العدوان الإسرائيلي في منطقة العمرة غرب الوزاني وبوابة فاطمة والمنطقة بين كفركلا ومستعمرة المطلي. حزب الله هاجم بمسيرة انقضاضية شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا، وأعلن أنه لدى وصول آليات وجنود العدوان المتقدمة باتجاه تل نحاس كفركلا إلى نقطة المكمن. اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ما أدى إلى احتراق آليتين ومقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين. صافرات الإنذار دوت في مستعمرات المنارة وكريات شمونة وشتولة ومرجليوت وزرعيت وشوميرة وأفن مناحم بالجليل الغربي. ورصد إعلام العدوان الإسرائيلي إطلاق أكثر من 150 صاروخا من لبنان في اتجاه داخل الكيان المحتل. البقاع استهدف بسلسلة غارات إسرائيلية، طائرات العدو ضربت تمنين، قصر النبا، العسيرة، الحلانية، سرعين، بريتيل، كما طالت الغارات الإسرائيلية بعلبك، بدنايل، بوداي وطرية، وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء البقاع وبعلبك. وفي البقاع الغربي غارات للعدو على مشغرة. الأوضاع في عموم البقاع يطلعنا عليها الزميل محمد عبد الله وعن مجزرة بويدي. تفضل محمد. مساء الخير. سلسلة من الغارات نفذها العدو الصهيوني منذ صباح اليوم حتى هذه الساعة شملت أغلبها في قرى قضاء بعلبك. نبدأ من الغارة التي استهدفت بلدة الحلانية، حيث استهدف منزل ومن مؤلف من طبقتين وإضرار عدة منازل أدى إلى سقوط شهيدين وثمان جرحى. في بلدة بريتال كمان قضاء بعلبك أدى إلى سقوط شهيدين وخمسة جرحى، إضافة إلى غارة من طائرة استطلاع كانت تسير في بلدة طرية على دراجة نارية أدت إلى استشهاد مواطن من البلدة وزوجته. كما أغار الطيران الحربي على بلدة شمستار مستهدفا منزلا مؤلف من 3 طبقات أدى إلى تدميره وتدمير المنازل المجاورة أدى إلى سقوط شهيد وخمسة جرحى. كذلك أغار على بعلبك وبوداي وطرية وتمنين التحتة والسرعين أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في هذه البلدات. كما أغار على مدينة بعلبك في حي العسيرة، وغار على كذلك على مدينة بعلبك بالقرب من سكنة غورو. أغار الطيران الحربي أيضا على بلدة يونين حيث هناك سقوط شهداء وجرحى، وعلى بلدة الرام كمان سقوط عدد من الجرحى وثلاثة شهداء. بلدة الرام واليونين يقع شمال مدينة بعلبك. الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على فجرا كذلك على معابر في عند الحدود اللبنانية السورية في القاع، كما أغار ليلا على معبر في بشريع القاع. هذه الغارات أدت إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا وحوالي 30 جريحا. نقلتهم سيارات
الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية إلى مستشفيات المنطقة، منهم من جراحهم خطرة ومنهم من جراحهم طفيفة. أما في البقاع الغربي فقد أغار على بلدة مجغرة دون سقوط أي من شهداء أو جرحى في هذه البلدة. العدوان الإسرائيلي نفذ عدة غارات مساء اليوم على منطقة بعلبك، ولازالت هذه الغارات مستمرة حتى هذه الساعة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التي لم تغب عن سماء هذه المنطقة لغاية هذه الساعة. محمد عبد الله من البقاع. استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على طريق عارية، وأصيب السائق الذي نجا من الاستهداف أصيب بجروح، وأحدث الصاروخ حفرة عميقة. في إطار الحرائق المشبوهة بالافتعال، حريق كبير يندلع في المناطق الحرجية الصنوبرية في الحمصية وأيتولي قضاء جزين، وهي أحراج صنوبر تابعة لحرج بكاسين الصنوبري الأكبر في الشرق الأوسط. الحرائق اتسعت بعد الظهر ومساء، وحصلت مناشدات واسعة من أهالي المنطقة وفاعلياتها ونوابها للمعنيين من أجل المساعدة في إخمادها، في وقت يجهد الدفاع المدني والجيش والإطفاء بالعمل في محاولة لتأمين المعالجة. الهاجس الرهيب يمتد إلى الشوف، حريق هائل الآن في بعقلين. فاصل فنواصل. تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النازحين، وأجرى سلسلة اتصالات للاطمئنان إلى أوضاعهم، مشددا على وجوب الإسراع في تأمين كل المستلزمات والحاجات لهم. كما اتصل الرئيس بري برئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، واطلع منه على الوضع في مدينة صور على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقصف عدد من أحيائها. وفي عين التين التقى الرئيس بري النائب فريد الخازن، الذي أثنى على الجهود التي يبذلها بري مع الأفرقاء الإقليميين والدوليين لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات وحماية أمن لبنان وسيادته. ونقل الخازن عن الرئيس بري تقديره لأهمية الاحتضان الوطني الذي يلقاه النازحون في مناطق النزوح. في بيان صادر عن اجتماع لممثلي كل الكتل النيابية في المجلس النيابي لمناقشة موضوع النزوح، طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها وبكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة النازحين اللبنانيين ومعيشتهم، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، إضافة إلى دعوة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية للاضطلاع بكامل واجباتها حفاظا على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أم المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي، والطلب من الحكومة دعم البلديات كما الطلب من النازحين اللبنانيين راغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذنات من المراجع المختصة. يعني المشترك هو كيف أن يكون هناك حسن استضافي من كل المناطق اللبنانية، كيف أن يكون هناك تنظيم لموضوع النازحين مع المضيفين بكل المناطق اللبنانية، كيف أن يكون هناك دعوة للحكومة اللبنانية حتى تتحمل مسؤوليتها في موضوع النازحين، وخاصة نحن نعرف أنه بعد مؤتمر باريس أنه في 800 مليون دولار يجب أن يكون هناك يعني مساعدة إلى النازحين. كمان بنفس الوقت دعينا القوى الأمنية والعسكرية أن تنظم أمور النازحين في كل المناطق حتى ما نخلق بعض التفاصيل اليومية إذا كان هناك حساسية معينة. نحن اليوم بنعبر عن تقدير عميق لكل اللي شاركوا وناقشوا بإيجابية وبروح وطنية عالية تعطينا أمل كتير كبير أنه نأسس عليها لمرحلة مقبلة على أكثر من صعيد بالسياسة وخارج السياسة. الأهم اليوم أنه الكل تعاطوا مع قضية النزوح باعتبارها قضية وطنية هي مسؤولية الكل. اليوم يمكن الأمور عم تدريجياً عم ترجع تاخد مداها الطبيعي، لكن بدنا نوجه نداء من جديد لخلية الطوارئ الوزارية أنه تكون أولاً عم بتأمن مستلزمات
الحياة اليومية لكل النازحين بكل أنحاء لبنان، وثانياً أنه كلنا بنعرف عم تجي مساعدات من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة لمؤتمر النازحين يلي اسمه مؤتمر يلي صار بباريس. هناك مساعدات عينية وهناك مساعدات مالية عم توصل. نحن بدنا أن يكون في شفافية مطلقة حول هذه المساعدات، كيفية توزيعها، لمين عم تتوزع. المطلوب اليوم قبل بكرة تنقدر نترجم هالشبكة الوطنية حول موضوع النازحين، بدنا نترجمها عمليا باعمال حكومه، بشو بده يعمل الجيش، اسئله سالتوها لزملائي. هيدي بدها دعوه مجلس نواب مع بوجود الحكومه تنقدر نعمل ترجمه عمليه، وهيك بنكون رجعنا يعني الموضوع الى الموضوع المؤسسي. مطلوب انه نتوافق على كيفيه الخروج من هذه الحرب. بدل ما يكونوا عم ينتخبوا رئيس ويعملوا حكومه ويلعبوا دورهم بكامل مسؤولياتهم، خلينا نقرر شو عملوا بال43 ونقارن شو عم بيصير بال2024. الاجتماع بنية منيحة. دعوتنا كانت على طول لعودة هيبة الدولة اللبنانية، تشكيل شبكة أمان سياسي بتبلش بالتوافق على رئاسة الجمهورية والانتخاب رئيس جمهورية، ومن ثم إلى تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات بتتولى هي كل الأمور بالبلد. طلبنا بهذا الاجتماع، طالما الموضوع هو موضوع النزوح، طلبنا أنه إدراج أول شيء موضوع وقف إطلاق النار، لأنه النزوح هو موضوع إذا بدنا نعالجه جديا هو منه نهار واحد ونهارين. لكن اليوم نحن إجا وقت كنواب نتحمل مسؤوليتنا بالحد الأدنى، مسؤولية حول تداعيات هذه الحرب اللي أصلا نحن ما خصنا فيها، يعني ما خصنا فيها قانونا، ما عطينا رأينا فيها وما حدا طلب رأينا فيها، إنما اليوم واجبنا التضامن الوطني الإنساني مع أبناء بين أبناء الوطن الواحد، حتى نشوف كيف بدها تتنظم عملية النزوح، لربما أنه تكون تستمر أسابيع وشهور طويلة. وهناك خشية بمقابل الموقف الشريف الكريم الذي قامت به كل المجتمعات المستضيفة للنازحين اللبنانيين من أهلنا بجنوب بالبقاع بالضاحية، هناك خشية من توترات على خلفيات اجتماعية ممكن أن تنشأ لا سمح الله. لذلك كان هذا الاجتماع اليوم الذي أعتقد بأننا نجحنا بأنه نخلق هذا المشهد الوطني الجامع حول قضية مهمة جداً، وحول قضية بعتقد بأن الجميع يعنى بها. ثانيا استطعنا أن نضع وأن نتوافق على قواعد وطنية للتعامل مع مسألة النزوح. النائب جورج عدوان تقدم باقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، ورأى أن المسار نحو بناء دولة يبدأ من الجيش، ويجب أن لا يشكل موضوع التمديد أي تساؤل. أنا تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر التمديد لقائد الجيش. الركن الأساسي فيه رح يكون الجيش اللبناني، يعني إعادة بناء الدولة والمسار نحو بناء الدولة بده يبلش دايما من الجيش اللبناني. نحن بنعرف أنه بعد مدة قصيرة بتخلص مدة قائد الجيش، لذلك ما لازم ننتظر آخر أيام، ولا لازم هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال يشكل نوع من التساؤل، لأنه اليوم انتظام المؤسسة العسكرية ودورة وفعاليتها بيتطلب هالموضوع، لا سيما أنه قائد الجيش برهن بكل الظروف وخاصة بآخر سنة قدي كان دور الجيش فعال، قدي هو قدر بخبرته وبعمله أنه يقدر يكون على رأس هذه المؤسسة. رأى تكتل التوافق الوطني أن لبنان الذي يستهدف بالعدوان الإسرائيلي الهمجي هو اليوم في عين العاصفة وسط تهديدات وجودية، معتبرا أن أقل المطلوب للخروج من هذه الأزمة الزلزالية الحفاظ على وحدة الجمهورية اللبنانية أرضا وشعبا ومؤسسات. وفي هذا السياق فإن الخطوة الأولى التي ينبغي
الإسراع في تطبيقها فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار هي انتخاب رئيس للجمهورية على أسس التوافق والتفاهم بين اللبنانيين، ثم الشروع بتأليف حكومة وحدة وطنية تباشر عملية استنقاذ لبنان من كل هذه الانهيارات وبمعونة من أشقاء وأصدقاء لبنان. التقى وزير الدفاع العميد موريس سليم في مكتبه في اليرزي وفدا من التيار الوطني الحر ضم النائبين جيمي جبور وسامر التوم ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وجرى البحث في الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وآخر المستجدات الأمنية لسيما منها ملف النازحين. وكان تأكيد على دور الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. بدوره استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيصري وفدا من تكتل لبنان القوي ضم النائبين نقول السحناوي وإدغار طرابلسي، وتناول البحث عمليات التدمير والتهجير الممنهجة التي ينفذها جيش العدوان الإسرائيلي واستهداف المهجرين في البيئات المستضيفة من أجل تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض. وتم التشديد على تكثيف الحضور الأمني الفاعل لمنع أي تداعيات أمنية نتيجة لهذه الاعتداءات. في اليرزي قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى السفيرة الفنلندية أن ميسكانين، يرافقها الملحق العسكري الكولونيل هاري بالدانيوس، كما تناول مع النائب أغوب باكرادونيان الأوضاع في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار يطلق في مؤتمر صحفي عيادة متنقلة بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبالتعاون مع نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان. الوزير حجار يشدد على أهمية هذه العيادة في وقت الحرب. اليوم اللي عم نجرب نعمله هو إطلاق عيادة نقالة بمنطقة حساسة استقبلت نازحين ألا وهي بالجنوب بمغدوشي بمركز الخدمات الإنمائية لخدمة النازحين والمقيمين لمحيط منطقة مغدوشي صيدا قضاء الزهراني وأقليم الخروب. هذا المشروع ما كان بيبصر النور لولا تمويل دولة كوريا الجنوبية ولولا مبادرة UNFPA وتعاون معنا ولولا هذا التعاون الوثيق ما بيننا وما بين نقابة العاملات والعاملين الاجتماعيين. هذا التعاون بين كل هالفرقاء أنتج انطلاق في زمن الحرب، انطلاق سيارة أو عيادة نقالة تهتم بالنساء وبالتوعية وبمتابعة المشاكل. دعا رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط كل القوى السياسية إلى التعامل مع ملف النزوح بصفته ملفا إنسانيا وطنيا بعيدا من كل الحسابات السياسية والحزبية، مطالبا لجنة الطوارئ الوزارية الالتفات أكثر إلى حاجات النازحين في مناطق الجبل. جنبلاط أمل أن لا تطول الحرب، لكنه أشار إلى أن الإسرائيلي يحاول خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يصعد من عدوانه. وأكد جنبلاط في لقاء مع وكالتي الداخلية بالتقدم في علي والمتن على أهمية دور الأجهزة الأمنية وتحديدا في هذه المرحلة. في الفاتيكان التقى البابا فرانسيس في مكتبه الخاص بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين كاثوليك يوسف العبسي، الذي عرض معه لأوضاع كنيسة الروم الملكيين كاثوليك في لبنان والمشرق وأطلعه على مجريات الأمور في لبنان وغزة والمنطقة وتداعياتها على الكنيسة. توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل اليوم بعواقب مريرة بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية يوم السبت. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها المقيتة من خلال ضرباتها الجوية. الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته صرح
إن الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما البعض بالنسبة إلى إيران. ومساء اليوم يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بطلب من إيران للبحث في الضربات الإسرائيلية فجر السبت على إيران. تقدم العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي تضمنت إدانة للانتهاك الصارخ الذي ارتكبته إسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفق بيان أعلنه الناطق باسم الحكومة العراقية ورد فيه أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الفريق الأمريكي في شأن هذا الخرق طبقا لمواد اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي والتزام الولايات المتحدة حيال أمن العراق وسيادته. أعلن الكرملين أن روسيا تفعل كل ما في وسعها من أجل تسهيل مساعي تهدئة التوتر في الشرق الأوسط عبر حض جميع الأفرقاء على ضبط النفس ولتسهيل أي محاولات لتهدئة التوتر. وأدلى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالتعليقات ردا على سؤال حول تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران، وأضاف للصحفيين: تحافظ روسيا على التواصل مع جميع أفرقاء هذا الصراع، نجري اتصالات مع طهران ونجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين. 23 يوما والحصار يخنق جباليا والاحتلال يعلن اعتقال 600 فلسطيني من مخيم جباليا ومناطق في شمال القطاع، ومجلس الأمن الدولي يعقد غدا مناقشة مفتوحة في شأن الوضع في المنطقة. في اليوم 388 من العدوان الإسرائيلي على غزة أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 22 فلسطينيا في غارات منذ صباح اليوم، في حين أفادت إذاعة جيش الاحتلال باعتقال نحو 600 شخص من مخيم جباليا وشمالي القطاع. من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 96 شهيدا و277 مصابا خلال 48 ساعة، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح منذ تشرين الأول 2023. وفيما دخل حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لجباليا وشمال قطاع غزة يومه 23 وسط قصف متواصل، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها أيضا على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ويعد حي الزيتون أكبر أحياء البلدة القديمة في مدينة غزة والثاني من حيث عدد السكان. كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي كثيف لمناطق شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة في غزة ناشدت المؤسسات الدولية إفادة فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأعلن مدير المستشفى أن المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل ونقدم الإسعافات الأولية فقط. إلى ذلك وثق مقطع للفيديو معاناة أهالي غزة في محاولة للحصول على الخبز في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير جدا في شمال القطاع مع رفض جيش الاحتلال إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو مساعدات بحسب مصادر عدة ومواطنين محاصرين. وفي الضفة الغربية المحتلة حاصرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم عسكري القديم شرق نابلس ونشرت القناصة على أسطح البيوت المجاورة، وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملات دهم واقتحامات من قوات الاحتلال والمستوطنين تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين. واليوم قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير وزير المالية يتسليل سموتريتش يواصلان بث رسائل الكراهية في حق الفلسطينيين. على صعيد آخر يعقد مجلس الأمن الدولي غدا مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط سيما القضية الفلسطينية، وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 شهور عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. مشاهدينا الكرام، في لندن يجتمع الآن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الوزراء البريطاني ستيرمر. أسبوع فاصل عن انتخابات رئاسية أمريكية حاسمة، 49% يؤيدون هاريس مقابل 48% يدعمون ترامب.
قبل 8 أيام من اليوم الكبير 25 الثاني اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بتدمير الولايات المتحدة. وقال ترامب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة مهاجما هاريس: لقد دمرت بلدنا، لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنت مطرودة، أخرجي أخرجي، أنت مطرودة. Kamala Harris, that you've done a terrible job. That crooked Joe Biden has done a terrible job. You've destroyed our country. We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get out. Get out. You're fired. وهاجم ترامب إدارة الرئيس جو بايدن قائلا: لقد أنفقوا أموالهم على جلب المهاجرين غير الشرعيين، لذلك لم يكن لديهم أموال لجورجيا وكارولاينا الشمالية وألاباما وتينيسي وفلوريدا وكارولاينا الجنوبية. واليوم أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في 25 الثاني المقبل. وكان بايدن وصف ترامب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه سياسيا، فيما أشار إلى أن زعماء العالم مرعوبون مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة للحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. إلى ذلك، كشف استطلاع رأي لصحيفة نيويورك تايمز عن حصول المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس على نسبة تأييد أعلى مقابل منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وأشار الاستطلاع إلى أن 49% يؤيدون هاريس مقابل 42% يدعمون ترامب. إذن نقاط المجتمع الآن مع نظيره البريطاني في لندن. في الختام مشاهدينا الكرام، أنا وهشام نشكركم ودمتم بخير.